في هذا الفيديو سأكشف لكم سر ثلاث خدع سحرية تعتبر من أذكى الخدع السحرية على الإطلاق، ومنها خدعة إلصاق الأصابع ثم إدخال الأصابع في الكأس، وخدعة اختفاء العملة من الطاولة. وخدعة إظهار الكتابات في ولاعة السجائر وإخفائها. الصورة موجودة من الطرفين، منا ومنا، راح أسوي لها إيش؟ راح تختفي الصورة. هذه الخدعة الغريبة التي قام بها الساحر العراقي إدريس الرسام وأذهل حينها كل من شاهده. لكن قبل البدء ضع إعجابك بالفيديو لأرى كم شخص مهتم بكشف هذه الخدعة. الخدعة الأولى، خدعة إلصاق الأصابع ثم إدخالها في يد الكأس. في هذه الخدعة الذكية جدا عندي هنا كأس، الكأس هذا فيه يد أو عروة، اليد هذه ثابتة ومش ممكن نقدر ندخل أي شيء من خلال هذه اليد. أوكي، طيب هنا عندي شليشان، راح أخذ أصابعي بهذا الشكل وأسوي اللاصق على أصبعي بهذا الشكل. أوكي، طيب الآن لو حاولت أني أخرج أصبعي من هنا فهذا الشيء مستحيل تماما، مش ممكن. لكن اللي سوي إيش؟ بحاول أني أدخل أصابعي هذه الملتصقة ببعض، أدخلها في يد هذا الكأس. هل هذا الشيء ممكن؟ راح نحاول نسوي بوب واحد، بوب اثنين، بوب ثلاثة، وفعلا نجحت الخطة، دخل أصبعي في الكأس. حتى لو حاولت أني أخرج أصبعي مرة ثانية مش ممكن، لأنه أصبح بداخل الكأس تماما. شوفوا مش ممكن. طيب كيف؟ سر هذه الخدعة يا صديقي ليس في الكأس ولا في هذه اللواصق، بل يكمن السر في هذا الأصبع الصناعي، حيث يقوم الساحر أولا بقطع هذا الأصبع بهذا الشكل ليصبح بهذا الحجم، ثم يضعه في إبهام يده، وأثناء لصق أصابعه يقوم بوضع هذا اللاصق على هذا الأصبع الصناعي ويبدأ بطيه على الأصبعين. وهنا يظن المشاهد أن أصابع الساحر تم لصقها فعلا، ولكن الساحر في الحقيقة يستطيع إخراج أصبعه بكل بساطة وإرجاعه بهذا الشكل تماما. وهكذا تتم هذه الخدعة. يمكنكم شراء هذه الأصابع السحرية والمستخدمة في الكثير من الخدع السحرية من متجري في أمازون أو متجري على سوق.com. الخدعة الثانية، خدعة اختفاء العملة من الطاولة. في هذه الخدعة عندي هنا 10 ريال، سأضعه هنا. جاء ولدي عبد الله فأعطيته 10 ريال، عبد الله رفض 10 ريال فأخذتها ووضعتها هنا. فجاء محمد وطلب مني 10 ريال، أخذت 10 وأعطيتها لمحمد، محمد رأى 10 ثم رفض أخذها فأخذتها وأعدتها إلى مكانها. جاء هاني وطلب مني 10 ريال، أخذت 10 ريال وأعطيتها لهاني، هاني أيضا رفض 10 ريال، أخذت 10 ريال وأعدتها إلى مكانها. ثم قمت بهذه الحركة وأخفيت العملة نهائيا من الطاولة. فما هو سر هذه الخدعة؟ في الحقيقة العملة لا تدخل في الإسفنج كما يظن البعض، بل العملة تختفي فعلا من الطاولة. السر هنا هو أن الساحر يقوم برميها بمعصم كفه إلى خلف الطاولة، حيث يوهم الساحر المشاهد أنه يقدم له العملة ثم يأخذها، ثم يقدمها له ثم يأخذها، وفي المرة الأخيرة يعيد الساحر يده إلى وسط الطاولة وهي فارغة، والعملة تظل في مكانها، وعند سحب يده يدفع العملة إلى خلف الطاولة بهذا الشكل. لاحظوا، الخدعة الثالثة، خدعة إظهار الكتابات على ولاعة السجائر. الصورة موجودة من الطرفين، منا ومنا،
راح اسوي له ايش؟ راح تختفي الصورة. تعتبر هذه الخدعة واحدة من أقوى الخدع السحرية التي قام بها العديد من السحرة، ومنهم الساحر العراقي الشهير إدريس الرسام. دعوني أقدم لكم الخدعة ليتضح لكم الأمر أكثر. في هذه الخدعة الذكية جدا عندي هنا ولاعة، ولاعة طبيعية جدا، لكن في هذه الولاعة لا يوجد نهائيا عليها اسم شركة ولا أي شعار ولا سعر، ولا يوجد عليها أي شيء لا من هذا الجانب ولا من الجانب الآخر. طيب أنا أشتي أطبع شعار الشركة على هذه الولاعة، لازم طابعة، بس أنا من خلال خبرتي راح أطبع شعار الشركة على هذه الولاعة من خلال يدي بدون استخدام أي ماكينة طباعة. أوكي، علشان تتأكدوا أول شيء أنه ما فيش أي شيء، ما فيش أي كتابات لا من هذا الجانب من الولاعة ولا من هذا الجانب. أوكي، أنا أخذ الولاعة كذا بهذا الشكل ويدي فاضية تماما. أنا أسوي بس أمرر يدي كذا تمرير فقط على الولاعة، وهنا يصبح شعار الشركة على الولاعة. طبعا مش ممكن أنه ينزل أبدا، طبعا الشعار موجود في هذه المنطقة فقط، أما هذه المنطقة لا وجود له. علشان أخلي الشعار هنا وهنا إيش أسوي؟ أحط الولاعة هنا بهذا الشكل وأخذ يدي كذا وأمسحها مسح. أوكي خلاص، الآن أصبح الشعار موجود على الولاعة، على هذا الجانب من الولاعة وعلى الجانب الآخر، جميع الجوانب يوجد عليهم الشعار من هذا الجانب ومن هذا الجانب. فما هو السر هنا؟ في الحقيقة هذه الخدعة هي خدعة بصرية بامتياز، وتعتمد على خفة الساحر وعلى التدرب الطويل على الخدعة. فولاعة السجائر في هذه الخدعة هي ولاعة عادية جدا، يوجد في إحدى جوانبها كتابات وفي الجانب الآخر لا يوجد شيء فعلا، ولكن طريقة عرض الساحر للولاعة أمام الكاميرا هي التي توهمنا أن هذه الولاعة لا يوجد عليها شيء لا من هذا الجانب ولا من الجانب الآخر. طبعا هذه الخدعة يمكنك أن تعملها بنفسك وإدهاش أصدقائك وعائلتك. أولا أمسك الولاعة بيدك بهذا الشكل تماما، وعند إدارة الولاعة لا تدر يدك فقط بهذا الشكل لأنه سيظهر الجزء الذي في الخلف، ولكن نحن لا نريد أن يظهر هذا الجزء، بل نريد أن يظهر هذا الجزء نفسه بهذا الشكل. لكن كيف؟ السر هنا هو عندما تدير يدك قم بإدارة الولاعة أيضا في نفس الوقت بهذا الشكل، ولكن بشكل سريع جدا، وهنا سيظهر للمشاهد وكأنك فعلا تدير الولاعة للجهة الأخرى، وفي الحقيقة أنت تديرها مرتين وتظهر للمشاهد هذه الواجهة نفسها. لاحظوا، أعد مشاهدة الشرح أكثر من مرة وأؤكد لك أنك ستتقن هذه الحركة بكل احترافية. وفي الختام، ما هي الخدع التي أدهشتكم أكثر من بين كل هذه الخدع؟ شاركونا رأيكم في التعليقات.